أطلقت شركة مسارات للمعارض والمؤتمرات معرض التوظيف وفرص العمل جوبكس في صالة الجلاء بالمزة برعاية شركة سيرياتيل والجامعة العربية الدولية وبالتعاون مع المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية وبشراكة استراتيجية مع شركة MTN. أوجدت فرص وبعدين سهلت على الشركة على المؤسسة اللي بدها موظفين وسهلت على الشباب اللي بدها تتوظف، فهون ممكن يتوجهوا للمعرض وبالتالي يطرحوا مهاراتهم والسي في تبعهم والشركة حسب حاجتها وحسب استيعابها ممكن تتصل فيهم وتبلغهم وتاخذ يعني حاجتها منهم. فهي المسألة أنا مثل ما قلت إنه بالستاندات اللي زرتها والشركات اللي زرتها يعني بعض الشركات طالبة 400 فرصة عمل، فهي المسألة رقم كتير كبير، وبالتالي يعني بتصور يعني هي المعارض بتقضي على البطالة وتقدم خدمة نوعية للشركة الطالبة وللموظف الطالب. المعرض بيوفر حوالي 150 فرصة عمل للشباب، بتتراوح الفرص ما بين يد عاملة ووظائف مهنية وإدارية. المعرض طبعا مثل ما خبرتك عن أيضا عنا كمان ضمن الفرص في عنا فرص خاصة باليد العاملة معامل، في عنا ضمن المحافظات أيضا ضمن دمشق ضمن الساحل ضمن مدينة حمص، في عنا مشاركات أيضا من مدينة حلب. المعرض مستمر 3 أيام من يوم السبت ليوم الاثنين 31 تشرين الأول. هاي المشاركة اللي احنا بتجي ضمن مسؤولية ضمن البرنامج المسؤولية الاجتماعية لشركة MTN سوريا، احنا من خلالها عم نقدر نأمن فرص عمل للشباب السوري، وبنفس الوقت عم نحاول نساهم ونساعد بموضوع تخفيف معدل البطالة بالسوق. طبعا احنا ما عم ناخذ الناس اللي عندها خبرة، بس اكيد خبرة مطلوبة وخصوصي للشواغر المتقدمة عندنا بالشركة، ولكن حتى كمان حديثي التخرج هن لهم مكان عم ينضموا للقاعات البيانات، وحيتم التواصل معهم خلال الفترات الجاية لينضموا ليصيروا ضمن عائلة MTN. موجودين الشباب ليساعدوهم يختاروا الشواغر الصح اللي بتناسب مهاراتهم وخبراتهم. في نقطة كتير مهمة انه نحن سيرياتيل الشركة الوطنية الوحيدة اللي بتستقبل او بتساعد الطلاب ليكفوا مستقبلهم المهني من دون ما تطلب خبرات، لانه نحن بنبني لهم هاي الخبرات، نحن بنعطيهم المهارات ليحققوا حلمهم بالمستقبل. طبعا مشاركتنا بالمعرض كان لها دور كتير كبير باستقطاب الكفاءات والكوادر الخريجين الجامعيين لتوفير فرص عمل لهم في مجموعة شركاتنا، بالإضافة لأنه نحن أكيد الفعاليات الاقتصادية أكيد لازم يكون لها دور بالمسؤولية الاجتماعية. هي نشر أي فكرة بشكل عام ضمن معارض مثل المعارض هي بتساعد على خلق فرص كتير حلوة خاصة للخريجين الجدد أو حتى خريجي المعاهد، مش تكونوا كليات خاصة بمهنة مثل مهنتنا. الكل عنده فكرة كتير ضعيفة عن السكيورتي اللي هي موضوع ثقافي بعدنا عم ننشرها بسوريا. المعرض يشكل فرصة للتشبيك بين حاجة الشركات والشباب الباحث عن فرصة توظيف. متفائلة لأنه إن شاء الله في كتير فرص، لأنه كتير شاملة ما شاء الله وكلها شركات ضخمة يعني مناسبة لدراساتي. يعني عكس شركة بالصناعات الميكانيكية أي شيء بدهم بس ميكانيك قدمت السي في عليه في مجالي. يعني كيف شفت المعرض بشكل عام؟ هل فعلا ممكن اللي بيجي لهون كشاب أنه يلاقي فرصة؟ جيد جدا وأحسن من المتوقع كمان. هو فرصة ينتظرها الكثيرون من الطامحين لحجز مكانهم في سوق العمل.